السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. انا عارفة اني اتأخرت عليكم، وعشان اتأخرت عليكم بصراحة قلت اما اطلب منكم على الانستجرام ان انتوا تسألوني اسئلة وانا هجاوبها. طبعا انا سجلت كل الاسئلة دي عندي على الموبايل عشان ابدأ اجاوب عليها. انتوا بعتولي اسئلة كتير، وبصراحة انا جمعت اسئلة تانية كانت جايالي على اليوتيوب. ففيديو النهاردة يعني ايه، بنتعرف على بعض كده وبجاوب على اكتر الاسئلة اللي انتوا سألتوها لي. فلو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده بعد الفطار، حضروا لنفسكم حاجة تشربوها. لو انتوا بتتفرجوا عليه قبل الفطار، واعتقد ان انا هنزله بعد الفطار. هبدأ بالاسئلة اللي انتوا بعتوها لي على الانستجرام. اول سؤال، بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل مصممة جرافيك. انا خريجه فنون تطبيقيه، فبشتغل مصممه جرافيك بقالي تقريبا حوالي 7 أو 8 سنين بشتغل مصممه جرافيك، يعني من ايام ما كنت في الكليه. انا خريجه 2015، فلسه لحد دلوقتي بشتغل. وادعولي، لانه مؤخرا بدات اتخانق قوي من موضوع الشغل ده، وبفكر اعتذر الموضوع نهائيا واركز في اي حاجه تانية، اخترع لنفسي اي مشاريع تانية اعملها. تاني سؤال، ليه بتتأخري في عمل الفيديوهات؟ والله يا جماعة، هو موضوع طاقة. أنا كنت بعمل فيديوهات، لو انتوا فاكرين قبل عيد ميلادي كنت بعمل فيديوهات على طول وكنت بنزلها، بس أنا حصلت عندي شوية ظروف لخبطتني ويعني خلتني الدنيا عندي متكعبلة جدا. ففكرة ان أنا أقدر أعمل فيديوهات حاليا، أنا بحاول ان أنا أقدر أعمل فيديوهات على قد ما أقدر، واتمنى ان انتوا بجد تدعموني. وابقى شايفه كده ان انتوا عايزين ان انا اعمل فيديوهات طول الوقت. انا بشوف ناس لما بنزل فيديو بجد على طول بيقوموا كاتبين لي كومنتات ويبعتوا لي مسجات. بجد بجد انا بحبكم جدا، بس اتمنى من كل الناس انها تحاول تساعدني ان انا ارجع تاني واشتغل على اليوتيوب. بصراحه انا حابه شغلي على اليوتيوب اكتر من شغلي الخارجي. السؤال اللي بعد كده، ايه اللي خلاكي تسيبي القاهرة وتروحي طنطا؟ طب دي قصة طويلة. وفي الحقيقة انا ما عنديش طاقة خالص ان انا احكيها، هي قصة صعبة وتقيلة قوي عليا. بس نصيبي ان انا اسيب اكتوبر نهائي واجي استقر، مش نهائي لاني مش عارفة، لان انا ما كنتش ضامنة ان انا اعيش في اكتوبر طول الوقت اللي انا عشته، وما كنتش عارفة ان انا هسيب اكتوبر في يوم من الايام. فمش عارفه اذا كنت هرجع اكتوبر تاني ولا لا، بس حاليا انا مستقره في طنطا. خلاص، احنا بيتنا وفرشنا وكل حاجه تمام. السؤال اللي بعد كده، عملتي فيديو عن المنتجات الهندي بتاعه الشعر، ده كان اعلان، لكن اعلان ولا تجربه شخصيه؟ تجربه شخصيه. انا لما بيجي حاجه بيبقى فيها اعلان بقول لكم يا جماعه ده اعلان، انا بعتلي المنتج ده وعشان اقول عليها اعلان. زي منتجات نيو شيك لما كانوا بيبعتولي حاجه هدايا وكنت بطلع اتكلم عليها، انما منتجات دودي انا اللي شارياها وانا اللي جربتها وانا اللي قلت رايي فيها بمنتهى الصراحه. وانا من زمان، من فيديوهات اللي فاتت، كنت بكلمكم عن الزيوت وعن ان ازاي الهنود بيحافظوا على شعرهم وعلى جمال شعرهم. فصدقوني انا لما بيبقى في اي دعايه دايما بقول لكم انه ده دعايه. وارجعوا الفيديوهات اللي فاتت هتعرفوا انهي فيديوهات كانت دعايه وانهي فيديوهات كانت شراء. بتشتري ازاي من المواقع الاونلاين زي جوميا ونون؟ الحقيقه انا ما جربتش اشتري من نون، انا سمعت عنه لسه مؤخرا عن طريق البوستات السبونسرد اللي هما بينزلوها، وعن طريق يوتيوبرز كتير جدا اتكلموا عنه. انا بفكر اشتري منه، بس لسه حاليا ما عنديش حاجه معينه عايزه اشتريها، فانا مش من النوع اللي هو اشتري وخلاص. بالنسبه لجوميا، انا شرحت مره قبل كده ازاي بشتري جوميا، يمكن من اكتر المواقع السهله ان انتوا تشتروا فيها. وهي لان جوميا جوه مصر بيقدم لك خدمه ان هو بتدفع ساعه ما تيجي تستلم، زائد انه لحد دلوقتي مفيش مره كلمت خدمه العملاء في اي مشكله الا لما كانوا بيحلوها. وشوفوا الفيديو اللي اشتريت فيه منتجات ووصلتني منتجات تانية، هم اتعاملوا معايا ازاي. هسيب لكم الفيديو ده تحت في الديسكربشن بوكس او هيظهر فوق هنا على الشاشه.
فجوميا من اسهل المواقع، انتوا بتخشوا على الموقع بتختاري الايتم اللي انت عايزاه بيروح في السله بتاعتك اللي انت بتشتري منها. بعد ما بتخلصي خالص بتروحي تدوسي على السله بتاعتك وتبداي تشيكي على الحاجه، على العدد، على اللون، على المقاس، على كل حاجه انت عايزاها. وبعدين بتعملي تشيك اوت، بتحطي بياناتك وتحطي طريقه الدفع، التوصيل والعنوان بالظبط، وبيكلموكي والحاجة بتوصلك متغلفة ومحفوظة تماما. إذا كان السؤال ده عن إزاي بشتري حاجات زي الهدوم أو الشوزات أو الحاجات اللي فيها مقاس وخايفة إن الدنيا تبقى متدمرة، أحسن حاجة إن أنتوا تقروا الكومنتات اللي تحت. ممكن يكون فيها شوية لعبة بس اقروا الكومنتات اللي تحت، وهي أحسن حاجة. من 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 الحاجات اللي انا لاحظتها ان جوميا كل الحاجات اللي عنده اذا كانت مقاس او اي حاجه فيها المقاسات المصريه، يعني ما بتختلفش خالص عن المقاس المصري. انت بتلبسي شوز 39 هتخشي هتلاقي الشوز مكتوب عليه 39. لو الحاجه جايه جلوبال، لو هي جايه من بره مصر، فالنصيحه ان انت تخشي تقري المقاسات اللي مكتوبه تحت. هما دايما حاطين لك كارد كده في المقاسات العالميه تقدري تقريها وتجربي منها. انا اشتريت من جوميا واشتريت من سوق دوت كوم، ما جربتش نون لسه لحد دلوقتي. اشتريت من نيو شيك، اكترهم راحه بالنسبه لي كان جوميا عشان موضوع التوصيل، ان هم ما بيحطوش التوصيل. يعني لو انت طالبه حاجات كتير قوي من سيلرز كلهم مختلفين عن بعض، هي التوصيل واحده بتتقسم على عدد المنتجات لو هي هتجيلك على شكل متقطع، على عكس سوق دوت كوم ان هو بيحط خدمه توصيل على كل قطعه لو جات لك متقطعه. فلو انت تدوري ان انت تجيبي الحاجه كلها من سيلر واحد، ونفس المشكله بالنسبه لنيو شيك ان الحاجه بتوصل لك منفصله عن بعضها. ولو تفتكروا الحاجه اللي وصلتني من نيو شيك وضاعت في الجمارك ومعرفتش ارجعها، فالاحسن ان انتوا لو بتطلبوا من اي موقع زي سوق دوت كوم ما انصحش تماما. لو من جوميا انتوا ضامنين ان الحاجه هتيجي مع بعضها بشحنة واحدة، ولو هتيجي متقطع فمش هتحملوا حاجة. لو نيو شيك حاولوا تطلبوا منهم ان هم يبعتوا الحاجة مرة واحدة او يبعتوها بنفس الطريقة، المهم يعني عشان الدنيا كلها ما تتكعملش منكم. بالنسبة للموقع ان هو تسألني عليه، انا بصراحة ما جربتوش خالص ولسه سمع عنه قريب، وان شاء الله لو اشتريت منه هقول لكم اشتريت منه ايه. الفيديو اللي بعد كده ليه علاقة بالفيديو اللي انا حطيته ازاي تتعلم اللغة الانجليزية، والسؤال بيقول ازاي بتطوري نفسك في الانجليزي. بصوا، كل النصايح اللي اتقالت في العالم كله كلها نصايح صح، وكلها بحاول اعملها على قد ما اقدر. وانا قبل كده كنت في الفيديو بتاع ازاي تتعلم اللغة الانجليزية كنت شرحت لكم ازاي تطور نفسك في اللغة عن طريق ان انت تتفرج على الناس. فملخص علشان ما بقاش عدت الفيديو هرد عليكي، وبرده روحي شوفي الفيديو اللي انا كنت نزلته بتاع ازاي تتعلم اللغه الانجليزيه، هحطه لك فوق او هحطه لك تحت في الديسكريبشن بوكس. عشان تتعلمي اللغه الانجليزيه تقدري تنزلي ابلكيشنز، في ابلكيشنز كتيره جدا فري موجوده على الاب ستور او على الجوجل بلاي، تقدري تنزليها، ومن اشهرها دولينجو، دمه خفيف ولطيف وتقدري يعني تلعبي عليه طول الوقت. غير ان هم مؤخرا عملوا حاجه اسمها جروبس، ان انتوا تبقوا مجمعين ناس مع بعض ما يعرفوش حاجه عن بعض وما بتعرفوش اي بيانات عن بعض خالص، ولا اسم ولا اي حاجه، مفيش اي معلومه هم بيعرفوها عنك، بيخشوا في اسئله في لعب بتتحط، فبتبداي تجاوبي وبتبداي يبقى في تفاعل ما بينك وما بينهم. وده بيضمن لك ان انت تتعلمي من غير ما تتعرضي للمضايقه. بالنسبه للحاجه الثانيه، وهي الناس اللي بتعلم انجليش على اليوتيوب، اي حد بيعلم انجليش على اليوتيوب، بس المهم ان انت تسمعيه مره واثنين وثلاثه وتتاكدي ان كل المعلومه اللي هو بيقولها دي صح. ناس كتير قوي بصراحه بيعلموا انجليش، بس انا الشخص اللي انا اي تراست هم، ويعني انا وثقت فيه وحسيت ان اللي بيقدمه شيء محترم ويستحق انه يتابع، هو الاستاذ ابراهيم اللي انا كنت اتكلمت عليه قبل كده، واللي كان موجود في الفيديو المره اللي فاتت اللي انا حطيته. شخص بيشرح صح وبيشرح من قلبه، والصراحه بيتكلم وبيقول المعلومه مفيده، وهو لحد دلوقتي في شهر رمضان لسه بينزل فيديوهات فتقدري تستفيدي منه. الحاجه الثالثه، وهي ان انتوا تسمعوا كتير عن طريق الافلام، تقدري تجيبي القنوات زي الام بي سي
وتقعدي تتفرجي على الافلام وتسمعيها. في الاول اسمعي الافلام وهي مترجمه، وحاولي تركزي في التوك، يعني حاولي تركزي في اللي بيتكلم اكتر من انك تقري الترجمه. وعندك فيديوهات كتيره جدا على الانترنت، ومن اكتر الفيديوهات الخفيفه اللي هتعلمك لغه الفيديوهات بتاعه ستيف، هحط لك صورته هنا على السكرين، هيفرق معاكي لو انت مش حابه تسمعي له حاجه كوميدي كده. اتفرجي على افلام، اتفرجي على فيلم مره واثنين وثلاثه، زهقتي منه غيريه، واسمعي ركزي اكتر في انك تسمعي مش انك تقري الترجمه. عايزه بقى تبداي تطوري من نفسك، ابداي اقري قصص صغيره للاطفال بالانجلش، واحده واحده هتلاقي الجمله مترتبه قدامك، يعني تكوين الجملة كله واضح قدامك، عارفة ايه قبل ايه وايه مش قبل ايه. واحدة واحدة هتلاقي نفسك بتقري كويس وبتسمعي كويس. اخر نقطة واللي انا برضو شرحتها قبل كده، ان انت توجدي نفسك حد بيتعلم معاكي اعلى منك او اقل منك او نفس مستواكي، المهم يبقى في حد معاكي عنده نفس الشغف انك تتعلمي اللغة دي. اي لغة في العالم طول ما في ناس مع بعض عندهم نفس الشغف دول انهم يتعلموه هيتعلموه. طب مهمته ايه البارتنر ده؟ مهمته ان انت هتتعلمي حاجه وهو هيتعلم حاجه ممكن تبقى نفس الحاجه، تقعدوا تتكلموا مع بعض، هيطور عندكم اللغه، هيطور عندكم النطق الصح يعني، وهيطور عندكم ان انت عندك معلومه هتعرفيها له وهو عنده معلومه عن الانجليش هيعرفها لك. بس هي دي كل النقط اللي انت محتاجاها عشان تطوري الانجليش. انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم، هي دي كل النقط اللي انا بعملها، بسمع كتير، بحل بلعب على دورينجو لما احس اني زهقانه ان انا اسمع حاجات تقيله زي تيدكس مثلا. فيديوهات تيدكس فيديوهات مهمه جدا ومحترمه جدا، تقدري تروحي تسمعيها. بس لو انت بتزهقي من الفيديوهات الطويله او الفيديوهات اللي فيها معلومه تقيله وكده، بروح العب على دورينجو عادي جدا، او اروح اجيب قصص اطفال صغيره وابدا اقراها واعيش الدنيا معاها، او اسمع افلام او اتفرج على افلام، او حتى اشوف اي فيديوهات لاي حد، حتى لو فيديو صغير لمدة 5 دقايق بستفيد من المعلومة اللي بتتقدم فيه. طيب هو السؤال ده جالي مرتين، جالي مرة على الانستجرام وجالي كتير على اليوتيوب، مع اني حاطة الاجابة بتاعته تحت في الديسكريبشن بوكس طول الوقت، وهي نوع الكاميرا والبرامج اللي بستخدمها علشان اعمل مونتاج للفيديوهات. الكاميرا بتاعتي سوني، وبرامج المونتاج بتاعتي هو البريمير والافتر افكت، واحيانا الموفي ميكر لما ببقى مثلا عايزه اجيب حاجه معينه او اعمل تكنيك معين مش هعرف انفذه في اي حته تانيه، فانا بستخدم بريمير افتر افكت في الغالب طول الوقت على كل فيديوهاتي. حد سالني بقى الكاميرا اللي انا بستخدمها جبتها بكام. الكاميرا دي انا جايباها من 2013 من السعوديه، كان ثمنها تقريبا في مصر 5000 جنيه. لحد دلوقتي الكاميرا دي ما نزلتش، الكاميرا دي انا محتاجه اعمل لها صيانه كتير جدا. الكاميرا دي لسه ما نزلتش مصر وانا مستغربه، يعني 2013 لحد 2019 لسه ما نزلتش مصر، شيء غريب. وخصوصا ان انا الكاميرا الشاتر بتاعها او زرار الباور بتاعها محتاجه تعمل له صيانه، والكاميرا نفسها عايزه تتنضف من جوه، ومحتاجه اشتري لها لينسات وحاجات كتير قوي. وعايزه اشتري بطاريه زياده، بس مش لاقيها في مصر، فمش عارفه اجيب لها قطع غيار، فمضطره ان انا اجيبها من السعوديه، فادفع جمارك وحاجات كتير قوي كده. فانا ما عنديش استعداد خالص ان انا اعمل الكلام ده. في فيديو المشتريات حد سالني المنتجات بتاعه ميبلين الاسعار بتاعها كده رخيصه جدا، جايبها منين؟ بصراحه انا مش عارفه اذا كانت كده رخيصه ولا غاليه، لان انا اول مره في حياتي اجيب من منتجات ميبلين، فمش عارفه اذا كانت كده رخيصه او غاليه. بس عموما انا جايباها من كارفور اللي في طنطا، واعتقد انه كمان مزايا عامل عروض، فمش عارفه بصراحه والله يا اذا كان كده السعر غالي او رخيص. لو انتوا عندكم فكره اذا كانت المنتجات كده غاليه او رخيصه او لا، قولوا لي تحت في الكومنتات. عموما انا مستخدمه الكونسيلر منها النهارده، فاتمنى ان هو يبقى باين في السكرين، مش عارفه. طبعا انا حاطه مكياج النهارده، وانتوا مش متعودين عليا انا بحط مكياج، بس انا حاطه مكياج عشان اخبي بس التعب وارهاق الصيام اللي مبهدلني وقله النوم والحاجات الكتير دي، فاعذروني. سؤال بقى من الناس اللي متابعيني من فتره طويله، وصفاتك الهيلثي لايف ستايل هترجع ولا لا؟ والله انا نفسي ارجعها جدا،
حتى لو انا مش هعملها، يعني لو انا مش هعمل فيديو واوريكم ازاي بتتعمل، فانا مثلا اصور الطبق النهائي واكتب لكم الوصفه، لان عارفه ان الموضوع ده كان بيفرق معاكم جامد، وعارفه ان كان في نتائج هايله بتحصل بسبب الجروب اللي كنا عاملينه بتاع هنغير حياتنا. الجروب اللي كنا عاملينه على الفيسبوك، اتمنى ان انا ارجع اعمل كده تاني. محتاجه سبورت ان انا اقدر اعمل كده تاني بجد يا جماعه، والله اي حاجه اي حاجه نفسي او كنت بعملها نفسي ارجع اعملها تاني صراحه، بس ما عنديش الطاقه. فانا بحاول على قد ما اقدر عماله اجمع بيانات عن حاجات كتير وعن فيديوهات ان انا اعملها. كنت وعداكم مفاجآت كتير قوي في رمضان، بس حاجات كتير باظت فجأة ومجهودي بدأ يروح على الفاضي. المهم علينا من كل الحاجات دي، بإذن الله بتشجيعكم وإن شاء الله بقوتي وبفضل ربنا بإذن الله كل حاجة هترجع، وهنرجع تاني نعمل وصفات healthy lifestyle. بس ما وعدتكوش انها في رمضان، باذن الله بعد رمضان بقى، بعد ما تاكلوا كحك بقى وبسكوت وتبوظوا الدنيا، وطبعا انتوا بوظتوها خلاص في شم النسيم بقى، فسيخ ورنجه والحاجات الجميله دي، باذن الله هعمل وصفات تانية، بس ما وعدتكوش انها تكون كلها مصوره، بس هكتب لكم دايما الوصفه ازاي بتتعمل، وهكتب لكم كمان الكالوريز لو اقدر يعني اظبط الكالوريز، يعني ان شاء الله نبقى مع بعض وهنظبط الدنيا. السؤال ده بقى يعني انا متاكده ان اللي بتسالوني كانت متابعاني على الانستجرام من فتره كبيره جدا، وكمان كانت متابعاني على الفيسبوك، بعتالي بتقولي ان انت كنتي بتذاكري من فتره اداره اعمال وقررتي ان انت تعملي ماجستير فيها، ايه اخر تطورات الموضوع ده؟ والسؤال ده يودينا لسؤال تاني مبعوث، تحبي تطوري نفسك في مجالات ايه عموما؟ خلينا نرد على الجزء الاولاني من السؤال. انا فعلا كنت بذاكر اداره اعمال، مواقع كتير قوي على النت كانت بتوفر لنا ان احنا نقدر نذاكر اداره اعمال، انا بس كنت عايزه افهم الدنيا بتاعت اداره اعمال دي ماشيه ازاي علشان اقدر اروح اقدم واخد ماجستير واعمل كل الحاجات الجميله دي. انا بطلت مذاكره، ما كملتش الكتاب اللي كنت منزلاه من على الانترنت وكنت بذاكره، كنت بذاكر حرفيا بالورقه والقلم، وكنت بقعد انا وبابا نتناقش ونفهم الدنيا، بابا يعني عنده معلومات كبيرة قوي، فكل حاجة باظت، المذاكرة وقفت. اولا روحت اقدم ماجستير، بس مش ادارة اعمال، روحت اقدم ماجستير في مجالي، اترفضت بشكل مش لطيف، فحسيت ان انا اتقفلت، فقلت خلاص حتى ادارة اعمال مش هروح اقدم فيها، بس شكرا انك فكرتيني، وممكن احاول ادور على حاجه ليها علاقه باداره اعمال هنا في طنطا، مش عارفه اذا كان ممكن ولا لا، يا جماعه لو حد من طنطا يا ريت يقول لي. وباذن الله لو في اي خطوه جديده في موضوع اداره الاعمال ده اكيد هقول لكم عليه. اما بالنص التاني للسؤال، تحبي تطوري نفسك في مجالات ايه عموما؟ اكيد زي ما قلت دلوقتي اداره اعمال، نفسي اتعلم حاجه ليها علاقه باداره الاعمال. تاني حاجه اطور نفسي في الفيديوهات وصناعه المحتوى على اليوتيوب، لان فعلا الموضوع انا حباه قوي. في يوتيوبرز كتير جدا هم بيدوني كده الطاقه ان انا اصور واشتغل واعمل حاجات كتير قوي، فانا عايزه اطور نفسي. خلينا نعدهم، هم كتير قوي على فكره، السؤال ده يستحق ان انا اعمل فيديو كبير قوي عن حاجات نفسي احققها، زي مثلا نفسي اكمل بقيه الكورسات بتاعه الانجليش واحاول اخش امتحان تويفل. تاني حاجة إدارة الأعمال زي ما قلت. تالت حاجة اليوتيوب والفيديوهات وصناعة المحتوى، وطبعا منها الانستجرام والفيسبوك. تاني نفسي أطور نفسي في الكتابة، يعني بقالي فترة كبيرة قوي مش بكتب. وفي حاجة كده صغيرة جدا كنت بعملها وأنا صغيرة ليها علاقة بالإذاعة، بفكر بإذن الله إن أنا أعملها، بس مش هتبقى على اليوتيوب، ممكن متبقاش على اليوتيوب، ممكن تبقى على الفيسبوك. فلو انتوا عايزين تعرفوا ايه الحاجة دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وبإذن الله انا شغالة عليها يعني من تحت لتحت كده، وبإذن الله هتطلع حلوة وان شاء الله تحبوها. واخر سؤال وصلني، وهو بتقولي فيه ايه مفضلاتك في الميك اب. هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه لما بقول لكم ان انا عايزه اقول لكم رايي على المكياج بتاع مابلين والحاجات اللي اشتريتها من مابلين، وانا اشتريت حاجات تانية بعدها
بس ما تستحقش يعني ان انا اعمل فيديو واقول ان في مشتريات تانية يعني كده. فايه مفضلاتي في الميك اب مؤخرا بشكل عام، وبعدين باذن الله هعمل فيديو على المفضلات دي مع بعضها. بشكل عام الباليت دي من كلاسي طبعا، واضح ان انا واكلها كلها بس المراية. الباليت دي خلاص بقت حياتي هي وال يعني كل حاجه جواها. ومفضلاتي الكونسيلر بتاع مابلين وكل الارواج الغامقه بقى، يعني دلوقتي بقى كل روج الغامق من مفضلاتي. مع اني برضو مؤخرا اشتريت حاجات نيود لطيفه، انا مش عايزه احرك اي حاجه علشان الكاميرا. ف دي مفضلاتي مؤقتا، مفيش حاجة معينة. طبعا من ضمن مفضلاتي اللي اتكلمت عنها كتير البروش بتاعة تريل تكنيك والبروش بتاعة كاتريس. ولما غيرت كذا مرة ليب بالم او اللي هو مرطب الشفايف، رجعت تاني لبالو، بس اخترت لبالو ووتر ميلون او اللي بالبطيخ، لقيتها احسن بكتير من التشيري. لو فاكرين الفيديو اللي كنت عامله لكم على رايي في اللبلو اللي هي التشيري، ما كانتش عجباني خالص، بس انا جبت بقى اللي هي الووتر ميلون، لقيتها اخف ولقيتها بتدوم اكتر وحبيتها جدا. فدي تقريبا كل مفضلاتي في الميك اب، مع ان في حاجات بقى تانية كتير زي الميك اب ريموفر ومش عارف ايه، بس مش عايزه اطول الفيديو. انا متاكده ان الفيديو ده طويل جدا، بس ايا كان اتمنى ان الفيديو يكون دمه خفيف. انا عارفه ان هو فيديو غريب عليا ان انا اعمله، بس يبقى فيديو تعرفنا فيه على بعض. وفيديو ان شاء الله اللي جاي هيكون حلو وان شاء الله يعجبكم. والفيديو ده اتمنى من كل قلبي ان انتوا تدعموني فيه وتقولولي تبقي تحت كلام كده يشجعني، لانه فعلا فعلا انا بمر يعني بلاش نقول ضغط نفسي، ممكن نقول زي ما نقول كده عصبية طول الوقت، مفيش طاقة ان انا اعمل اي حاجة. ف support me support me يا جماعة، واكتبوا لي تحت، ولو تقدروا share like comment وsubscribe وشاروا فيديوهات في كل حتة وبعتوا لصحابكم. متنسوش تابعوني على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الانستجرام، وشوفكوا دايما بألف خير ورمضان كريم عليكم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثين وأكتر من ثلاثين مرة كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يجعل كل أيامكم خير وسعادة وبركة، ويجعلكم دايما متجمعين. وشوفكم إن شاء الله ونتجمع مع بعض في الفيديو اللي جاي، وسلام عليكم.